يا اهلا وسهلا، مساء الخير على كل جماهير النادي الاهلي اللي بتتابعنا في كل مكان. 3 ساعات بالتمام والكمال تفصلنا عن المواجهه المنتظره والمرتقبه، واقول عنها زي ما تقول الاهلي والاسماعيلي واحده من اهم القمم الكرويه في مصر، شاء من شاء وابى من ابى، وده على مدار تاريخ طويل مش بس دلوقتي. الحقيقه يمكن مباراه بننتظرها كل موسم، في ماتشات كده جمهور النادي الاهلي اللي بيحب الكوره بيستنى المباريات دي على وجه التحديد، تستنى الاهلي والزمالك، تستنى الاهلي والاسماعيلي، تستنى النهارده الاهلي وبيراميدز، تستنى الاهلي والمصري والاتحاد، كلها ماتشات الانديه دايما الانديه الجماهيريه يعني في حته تانية، قول زي ما تقول بتعاني، عندهم مشاكل، بقى في طغيان وسيطره من انديه الهيئات والشركات ورجال اعمال، ده شيء طبيعي جدا ومفروض، لكن الانديه الشعبيه في حته تانية حتى ولو تراجع مستواها زي ما حصل مع الاسماعيلي السنه دي. ودايما ماتش الاهلي والاسماعيلي زي لقاءات القمه ما بنقول بين الاهلي والزمالك ملهاش علاقه ومش مرتبطه بحسابات. خلينا نبقى متفقين انه مفيش مباراه صعبه ومفيش مباراه سهله، يعني ما ينفعش في المطلق كده تقول انه الماتش اللي جاي ده ماتش صعب او الماتش اللي جاي ده ماتش سهل، كله مرتبط بحالتك. لو كنت في حالتك، لو كنت جاهز فنيا وبدنيا ومعنويا، يبقى بالتاكيد هي مباراه سهله، والعكس الصحيح. وخليني اقول لحضراتكم مثلا انه اكتر الماتشات، يعني هتكلم عن الموسم ده تحديدا، اكتر الماتشات اللي انت كنت شايل همها قوي وكنت مستنيها وانت حاطط ايدك على قلبك وبتقول يا رب نعدي والمباراه دي صعبه، قدم فيها الاهلي احسن مردود. يعني بكلمك على ماتش زي ماتش الترجي في تونس ومباراه العوده في القاهره، بكلمك على ماتش زي ماتش الدحيل القطري في بدايه كاس العالم، بكلمك على ماتش زي بالميراس بطل امريكا الجنوبيه وبطل البرازيل، بكلمك على ماتش زي نهضه بركان نهائي السوبر، كلها ماتشات كانت صعبه وكنت بتبقى يمكن شايل همها من قبل المباراه تتلعب باسبوع، ورغم كده الاهلي قدم في الماتشات دي احسن مردود وحسم الماتشات دي كلها لصالحه. الماتشات اللي انت كنت داخل كده زي ما بنقول وفي بطنك بطيخه صيفي، ماتش زي ماتش البنك الاهلي، ماتش زي المحله في المحله، ماتش زي الجونه، دي الماتشات اللي انت لحد ما يعني كانت بالنسبه لك مش محتاجه حسابات، الامور محسومه والتلات نقط في جيبك من قبل ما تبتدي المباراه، ورغم كده عطلت فيها. عشان كده بقول لحضراتكم الجاهزيه والاستعداد والتحضير هم اللي بيخلوا اي مباراه مهما كان حجم المنافس سهله، او العكس الصحيح اي مباراه مهما كان حجم المنافس صعبه. نتمناها سهله، ودايما الاهلي مع الكبار كبير، لانه الاهلي فريق كبير وفريق عظيم محدش يقدر ينكر ده. نتمنى ان شاء الله الحمد لله جاهزين مكتملين مستعدين، كيرفنا في الطالع، فان شاء الله باذن الله النهارده نستعيد صداره الدوري الممتاز. وبجد الحقيقه مش هزار، نشكر نادي الزمالك اللي ادى البطوله السنه دي طعم. يعني خلينا نتفق انه السنه اللي فاتت بنفرح ببطوله الدوري وبنفرح بكل لقب بيحققه النادي الاهلي، لكن البطوله اللي بتبقى سهله، البطوله اللي بناخدها من غير منافسه، ما بيبقاش فيها البهارات بتاعه الكوره. السنه دي لا، خلينا نقول الدوري غير، عندنا مشاكل كتير جدا جدا جدا، والبطوله محتاجه شغل كبير جدا عشان تبقى موجوده في المكان اللي تستحقها. لكن خلينا نقول لاول مره من سنين طويله نحس ان بطوله الدوري رغم غياب الجماهير عن المدرجات فيها سخونه وفيها منافسه وفيها طعم. طيب حلقتنا النهارده طبعا هنتابع فيها تغطيه خاصه جدا لمباراه الاهلي والاسماعيلي، هنروح لمقر إقامة اللاعبين كمان دقايق بسيطة جدا، هنتكلم كمان على نتائج اختياراتكم كأفضل الأفضل 3 لاعبين سواء في مباراة وادي دجلة أو في مباراة سيراميكا كليوباترا، ونقول لكم جدول الترتيب وصل لغاية فين. عشان ندخل في التفاصيل ونبدأ الحلقة خلونا نروح لفاصل سريع ونرجع لحضراتكم. رهان على جاهزيتنا النهاردة، ومفيش شك الحقيقة أن عروض الأهلي في الفترة الأخيرة مطمئنة إلى حد كبير. أنا دايما الحقيقة ويمكن في الماتشات الستة بما فيهم ماتش النهاردة طبعا اللي فاضلين، أراهن دايما على العمود الفقري، يعني في 4 لعيبة كده طبعا كل لعيبة الأهلي نجوم، محدش يقدر يتكلم على إمكانياتهم وعلى أنهم الحقيقة كلهم الأفضل في مراكزهم على مستوى مصر، لكن في 4 دايما بشوف أنه لما بيبقوا في حالتهم بجد وبيبقوا فايقين جوه الملعب الفرقة كلها بتفوق. يعني ورا الشناوي في نص الملعب ديانج، قدامه قفشه، وقدام محمد شريف، الاربعه دول تحديدا لما بيبقوا في حالتها، ويا سلام لو الاربعه في نفس الماتش يعني في التوب فورم بتاعتهم، الفرقه كلها بتبقى فايقه. ما حدش ينكر انه علي معلول في الشمال نجم كبير ولعيب تقيل جدا في الملعب، يعني ناحية الشمال دي مكتوبه باسمه، اكرم وهاني في اليمين زي الفل، 2 لعيبه على اعلى مستوى، تحتار تبتدي بمين فيهم.
هاني جه الماتش اللي فات، يعني هاني بيقول انا جاي الحقيقه. اكرم ما حدش يقدر يتكلم عليه، يعني من كل مشاركاته مع الاهلي سواء في نص الملعب او في باك يمين قدم مردود طيب جدا، وكل جماهير النادي الاهلي طاير بلا استثناء طايره باكرم السيزون ده. حسين الشحات، حسين الشحات جه الحمد لله على السلامه يا حسين. حسين الشحات في 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 منتهى التالق، ويمكن لما اعلن نتيجه اخر ماتشين النهارده كلام او اختيارات حضراتكم تعكس الكلام ده. فاتمنى النهارده واتمنى في ست الماتشات دول الرباعي دول يفوقوا او يبقوا في اعلى درجات تركيزهم، عشان هم دول اللي تحس معاهم ان الفرقه فايقه بشكل كبير جدا. خلينا نروح لمقر اقامه الفرقه النهارده في اسكندريه، وهيكون معانا زميلنا فاروق صلاح من هناك. فاروق مساء الخير، ويعني نطمن منك يمكن ثلاث ساعات بتفصلنا عن المواجهه المنتظره، مواجهه كبيره جدا بصرف النظر عن المنافسه على الدوري. يبقى تبقى مباراه الاهلي والاسماعيلي دايما محط انظار جماهير الكره في مصر بشكل عام والاهلاويه بشكل خاص. طبعا كل التحيه للزميل العزيز احمد سمير، وكل التحيه لكل مشاهدينا مشاهده ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. طبعا مش هزيد على الكلام اللي انت قلته زميلي احمد. طبعا مباراه في غايه الاهميه، يبقى واحده من اهم المباريات اللي بتنتظرها جماهير كره القدم المصريه، ودائما مباراه الاهلي والاسماعيلي بتبقى مباراه لها طابع ثاني. ما يعني برضو وجود النادي الاسماعيلي في المركز الحادي عشر للدوري المصري لا يقلل من قيمه واهميه المباراه. يبقى الاسماعيلي واحد من الفرق الكبار في الكره المصريه، وده الكلام الكابتن سيد عبد الحفيظ والدور النفسي اللي بيشتغل عليه، كلام مستر بيتسو موسيماني مع اللاعبين على اهميه المباراه وضروره عدم النظر الى موقع نادي الاسماعيلي في جدول الترتيب. يمتلك عناصر مميزه مع مدير فني اكثر من رائع هو الكابتن ايهاب جلال. يعني لو هنتكلم على الاعداد لهذه المباراه في اكثر من شق نقدر نتكلم فيه زميل احمد، وانا عايز اتكلم بالتحديد على الكابتن سيد عبد الحفيظ. في امور كتير جدا بعض الجماهير ما تعلمهاش او ما تعرفهاش. وجودنا مع الفريق بصوره مستمره، قريبين من الاحداث، شايفين كل الامور. عايز اقول لك انت عارف ان كل يومين او كل 48 ساعه بتلعب مباراه، الوقت بيبقى قصير جدا انك تتكلم في نواحي فنيه او خططيه او تعالج اخطاء، لكن الشيء الاهم هو الناحيه النفسيه. الناحيه النفسيه، وخلينا نتكلم على الكابتن سيد. الكابتن سيد عبد الحفيظ دوره مهم جدا في هذا الامر، الرسائل اللي بيوصلها للاعبين، تحفيزه للاعبين، كلامه مع اللاعبين يعني بالامس في التدريب كلم مع اللاعبين انا ما ينفعش ان انا اخسر الدوري ده، لازم ما نكسلش او نبخل بنقطه عرق واحده عشان نسعد جماهير النادي الاهلي. الكلام اللي بيقوله الكابتن سيد مش ده الكلام كمان للفريق اللي لسه واخد بطوله افريقيا من كم يعني من فتره قصيره، لا ده اللعيبه بعد بطوله افريقيا الدافع ما قلش، لا ده الدافع بيزيد انك تحافظ على بطولة وانك توصل لهذه القمة القارة السمراء، ده بيولد دوافع جديدة. علشان كده الكابتن سعد عبد الحفيظ بيتكلم مع اللاعبين على هذا الامر، وضرورة ان انا احفز اللاعبين، وضرورة ان انا الدوري ده اركز في كل مباراة. ايضا مستر بيتسو موسيماني في كلامه مع اللاعبين اتكلم مع اللاعبين قال لهم يا ريت ما نحطش ضغوط على نفسنا، بعدم يا ريت ما ننظرش لمباراه الخصم، نركز في مباراتنا. احنا عندنا ست مباريات، نفوز بالست لقاءات هنكون ابطال الدوري باذن الله. عايز اكلمك زميلي احمد على تفاصيل اليوم، وخليني اقول لك ان اجواء اكثر من رائعه من هنا في مدينه الاسكندريه. اكلمك في درجه حراره تتراوح ما بين 30 ل 28 درجه مئويه، جو اكثر من رائع. يعني ان شاء الله في توقيت المباراه درجه الحراره تبقى ما بين 27 ل 26 درجه مئويه، اجواء اكثر من رائعه. فندق الاقامه اللي بيقيم في النادي الاهلي بيبعد عن استاد الاسكندريه بمسافه من 10 دقائق ل 15 دقيقه، يعني طبعا لكن انت عارف توقيت الازدحام دلوقتي في مدينه الاسكندريه وانها مقصد لكثير من يعني ابناء الشعب المصري، تقدر تقول ان الطريق ممكن تروح ما بين 20 ل 25 دقيقه. ايضا النادي الاسماعيلي بيقيم في نفس فندق اقامه النادي الاهلي، الروح الرياضيه ما بين الجميع. طبعا مباراه في 90 دقيقه، لكن نقدر نقول ان شاء الله كل التوفيق لفريق النادي الاهلي. كواليس يوم النادي الاهلي النهارده زميلي احمد، كان اللاعبون تناولوا وجبه الافطار في تمام الساعه 11 صباحا، وجبه الغداء كانت في تمام الساعه 3. منذ لحظات انتهت المحاضره الفنيه لمستر بيتسو موسيماني، طبعا بيدي تعليماته الاخيره للاعبين، من خلالها بيعلن التشكيل وبيدي اخر ملاحظاته للاعبين. ما بين الفتره اللي كانت ما بين وجبه الغداء كان في نقطه مهمه جدا، مستر بيتسو موسيماني كان قاعد بيتفرج على بعض الفيديوهات الخاصه بفريق الاسماعيلي، بيذاكر الفريق كويس جدا، اجتمع مع يوشا وموسي محلل الاداء، وقف على نقاط القوه والضعف. لكن ان شاء الله ان شاء الله لعيبه النادي الاهلي يكونوا قادرين النهارده على تحقيق الانتصار وتكمله المشوار في الحفاظ على بطوله الدوري باذن الله. ان شاء الله انا موجود معاك زميلي احمد لو في استفسار او اي تساؤل بخصوص النادي الاهلي. بشكرك، وايضا لو حابب نقرب جماهير النادي الاهلي ايضا من معسكر النادي الاسماعيلي. بشكرك شكرا جزيلا زميل عزيز فاروق صلاح، وانت عارف حلقتنا النهارده بوقتها ضيق جدا، بشكرك. ويمكن دي كانت اخبار الفريق من داخل مقر اقامته في اسكندريه. كل التوفيق لرجالتنا النهارده.
خليني اخد لحضراتكم بعيدا عن المباراه، يعني خبر الحقيقه مرتبط باجتماع مجلس الاداره امبارح الحقيقه، وده مرتبط اكتر برؤيه النادي الاهلي للسنوات اللي جايه، رؤيه الاداره اللي بتشوف فيها مستقبل او بترسم فيها ملامح مستقبل النادي الاهلي. الحقيقه الاجتماع ده طبعا كان برئاسه الكابتن محمود الخطيب، وعقد مساء امس بمقر النادي في الجزيره عشان يتم مناقشه عدد من الملفات المهمه جدا اللي بتخص قطاعات النادي المختلفه خلال المرحله اللي بنمر بيها. يمكن الاجتماع في البدايه كان في حرص من المجلس على ان هم يستقبلوا مجالس ادارات شركات الاهلي الثلاثه بكامل هيئاتها، بدايه طبعا شركه الاهلي لكره القدم، وشركه الاهلي منشآت رياضيه، وشركه الاهلي للخدمات الرياضيه، وده بهدف انه يتم استعراض الرؤى وخطط العمل الخاصه بكل شركه خلال الفتره اللي جايه. المجلس بدأ اجتماعه بعقد جلسة مع شركة الأهلي لكرة القدم بكامل هيئتها، طبعا بتضم الأستاذ ياسين منصور رئيس لمجلس إدارة الشركة، المهندس مصطفى مراد فهمي نائب للرئيس، الكابتن حسام غالي عضو مجلس إدارة، وعمرو شاهين مدير تنفيذي للشركة. يمكن عمرو شاهين خلال الاجتماع يعني استعرض خطة عمل المرحلة الانتقالية للشركة، ودي تم تقسيمها على أربع مراحل، كل مرحلة منهم مدتها ثلاث شهور، هيتم خلالها طبعا استكمال عدد من الملفات الخاصة بكل مرحلة، ومن منها طبعا مراجعة ودراسة العقود اللي تم إبرامها بين الأهلي وبين شركائه الاستراتيجيين، ومناقشة الخطوات اللي هيتم اتخاذها والإجراءات الخاصة بالمرحلة الانتقالية، وفي نفس الوقت يتم رفع تقارير دورية لمجلس إدارة النادي الأهلي بكل مرحلة من المراحل. بعد ما تم استعراض خطة العمل الخاصة بشركة الأهلي لكرة القدم، يمكن المجلس برئاسة طبعا كابتن خطيب قام بعقد جلسة تانية مع مجلس إدارة شركة الأهلي للمنشآت الرياضية برئاسة المهندس أيمن إسماعيل، وعضوية المهندس حازم هلال، والأستاذة مي سامي حافظ، و المهندس أيمن إسماعيل قام باستعراض خطة عمل الشركة خلال السنة الأولى، والخطة دي تضمنت كافة الخطوات والمهام المكلفة بيها مع استكمال مجلس إدارتها، بإضافة ثلاث كوادر جديدة للعضوية هم الدكتور خالد سري صيام الرئيس الأسبق طبعا للبورصة المصرية، المهندس أحمد عبد العظيم، ويوسف المدير العام لشركة دار الهندسة مصر، ودي واحدة طبعا من أكبر الشركات العالمية اللي بتشتغل في مجال الهندسة والتصاميم. كمان هيكون معاهم الاستاذ محمود عبد الله الرئيس الاسبق لشركه مصر القابضه للتامين. كمان الحقيقه مجلس الاداره وافق خلال الجلسه اللي عقدها بقى مع شركه الاهلي للمنشآت الرياضيه على انه يتم طرح كراسه شروط خاصه بحقوق تسميه الاستاد الجديد، باعتبارها طبعا واحده من اهم الحقوق التجاريه، واستعرضت الشركه القطاعات الرياضيه اللي بترغب في الحصول على الحقوق دي، ومنها قطاعات الاتصالات، المشروبات الغازيه، وايضا التأمين. واختتم مجلس إدارة الأهلي جلسته مع الشركات الثلاثة بعقد جلسة مع شركة الأهلي خدمات رياضية، ودي كانت برئاسة طبعا وزير يحيى راشد وزير السياحة الأسبق، وعضوية سهى الترجمان، والمهندسة إيمان عبد المنعم سامي. وتم خلال الجلسة استعراض رؤية وخطوات عمل الشركة لمدة الست شهور القادمة والهيكل التنظيمي ليها، مع تكليف الشركة بأنها تبتدي فورا في تقديم خدماتها للفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي، وأيضا لكل الفرق الجماعية. والبداية هتكون طبعا بداية تقديم الشركة لخدماتها هتبدأ بتنفيذ رحلة سفر بعثة الفريق الأول لكرة اليد رجال اللي هتسافر للمغرب عشان تشارك في بطولة إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس، ودي مفترض إن شاء الله أنها تنطلق خلال شهر أغسطس الحالي. كمان استعرضت الشركة الملف الخاص بتقديم خدماتها لكل الفرق الرياضية في كافة المراحل السنية، وأيضا الأكاديميات، بالإضافة طبعا لتقديم خدمات الحجز لرحلات الأعضاء. طيب خليني أروح لفاصل سريع، نرجع بعده نتكلم على اختيارات جماهير النادي الأهلي الأفضل ثلاث لاعبين في ماتشين، ماتش دجلة وماتش سيراميكا كليوباترا بعد الفاصل. اللي كانوا بعيد قربوا، هو ده العنوان الأمثل أو الأنسب الحقيقة اللي لقيته يعبر عن حالة اختيارات جمهور النادي الأهلي لأفضل ثلاث لاعبين في مباراة دجلة على وجه التحديد. ليه؟ لأنه المنافسة فيها كانت لثلاث أسماء كانوا بعيد بقالهم فترة لأسباب كتير، سواء كانوا بعيد لأن هم مش في الملعب، ما بياخدوش فرصة، أو إصابة، أو بعاد شوية من الناحية الفنية، لكن الثلاثة الحقيقة في الفترة الأخرانية مركزين ودايما حاضرين في اختيارات جمهور النادي الأهلي. في مباراة دجلة في المركز الأول باكتساح الحقيقة الأصوات حسين الشحات اللي قدم واحدة من أفضل ماتشاته في الموسم مع الأهلي في المركز الأول، أما في المركز الثاني فكان معلول، علي معلول اللي كان حاضر، وإن كان الحقيقة يمكن ما وفقش في أكتر من مباراة، لكن دايما كان حاضر مع اختيارات جمهور النادي الأهلي. الماتش ده
قدر يحسم المركز الثاني لصالحه ويضيف لرصيده نقطتين، وفي المركز الثالث كهربا اللي برضو كان حاضر في الماتشات الاخيره لكن في الامطار الاخيره ما قدرش ان هو يحتل مركز من المراكز الثلاثه، لكن كان حاضر بشكل كبير ضمن اختيارات جمهور النادي الاهلي، وفي مباراه دجله خد المركز الثالث واضاف لرصيده نقطه. نروح لماتش سيراميكا مع حضراتكم سريعا. سيراميكا الحقيقه كلاكيت تاني مره وشكله كده ناويها على لاعب شهر 8 في النادي الاهلي. حسين الشحات برضو بيفوز بالمركز الاول في مباراه سيراميكا كليوباترا، عشان كده كنت لسه من ثواني بسيطه في السادسه بقول لكم ايه الشحات حمد لله على السلامه، هو ده الشحات اللي احنا مستنيين، يعني الشحات يليق بك انك انت دايما تبقى بتنافس، تبقى دايما حاضر، تبقى دايما واحد من الثلاثه الاوائل. الشحات في المركز الاول وقفشه في المركز الثاني بنقطتين فرقوا معاه كتير جدا في الجدول وخدوه سنه لقدام بعيدا عن محمد شريف، اما المركز الثالث فللاعب المقاتل الحقيقه اللي كل ما بيظهر يبعد لكن لما يظهر حاضر وفي احسن مستوى وفايق ومطمئن وجمهور النادي الاهلي بيحبه وبيثق فيه، ياسر ابراهيم في المركز الثالث في مباراه سيراميكا كليوباترا. التغييرات دي وصلتنا لفين؟ تعالوا نشوف مع حضراتكم. طبعا في المركز الاول برصيد 34 نقطه ما زال المالي الدبابه اليو ديانج 34 نقطه، في المركز الثاني الشناوي 28 نقطه، الثالث بينفرد بيه بعد ما كانوا متساويين لكن النقطتين اللي خدهم في ماتش سيراميكا فرقوا مع محمد مجدي قفشه وخلوه ينفرد بالمركز الثالث 28 نقطه، الرابع محمد شريف 26 نقطه، اكرم توفيق الصاروخ بسرعه الصاروخ عدى الناس كلها كده واحتل الخامس برصيد 19 نقطة، بدر بنون الغايب بقاله فترة ما زال محافظ على المركز السادس ب 16 نقطة، الشحات قفزة عملاقة في المركز السابع ب 16 نقطة، وفي المركز الثامن علي معلول 13 نقطة، وتتوالي طبعا الأسماء في قائمة النادي الأهلي. خليني أقول لكم 150 ألف تيشرت في 7 دقايق، الموضوع قلب لهوس، هنعرف التفاصيل في السادسة بس بعد فاصل سريع ونرجع لحضراتكم. باريس نورت والله. الجمال ده والحلاوه دي والطعامه دي، طبعا تقديمه ليو ميسي، واذا ما كانتش التقديمه دي تعمل لليو هتتعمل لمين؟ لكن في جميع الاحوال خدوا بالكم الزلزال اللي حصل من كاتالونيا وصل لغايه باريس لسه توابعه ما ظهرتش، وانا شخصيا متوقع انه يحصل زلزال داخل فرقه باريس سان جيرمان، لانه الحقيقه الفرقه مليانه نجوم، يعني انت بتتكلم على نجوم من العيار الثقيل، نمره واحد نمرة يعني أول رقم قياسي مبدئيا كده بسم الله الرحمن الرحيم، 150 ألف تيشيرت بتحمل الرقم 30، إذا هو الرقم 30 رقم ليو ميسي اللي هيلبسه في باريس سان جيرمان. 150 ألف تيشيرت اتباعت على عهدة السي إم بي سي الأمريكية في أول 7 دقايق، يعني مبدئيا فلوس ميسي غالبا زي ما حضراتكم شايفين، طبعا الإقبال ده طبعا بيانفينيو ليو ميسي، دي ترحيب بميسي على محلات او على الستورز بتاعه باريس سان جيرمان، ودي الطوابير اللي واقفه مستنيه تيشرت، طبعا مش تيشرتات كده وكده، دي تيشرتات بجد، يعني تيشرت هناك انت بتتكلم في 70 80 100 يورو لو عليها اسم ميسي، فبتتكلم في انه 150 الف تيشرت في 7 دقائق، المحل كله الستور كله ميسي، يعني ده رقم كبير جدا، وما زالت طبعا البقيه تاتي، يعني خدوا بالكم اعتقد انه باريس سان جيرمان هيستفيد من ميسي من الناحيه الاقتصاديه بره الملعب اكتر ما هيستفيد منه فنيا جوه الملعب، يعني طبعا نقله كبيره جدا، وطبعا حاله هوس في فرنسا، يعني فرنسا كلها رغم انه يعني الناس شبعانه، يعني عندهم فرقه فيها نيمار جونيور، فيها دي ماريا، فيها ماركينيوس، فيها باريديس، فيها فيراتي، فيها دراكسلر، فيها ايكاردي، فيها دوناروما، فيها راموس، فيها فينالدوم، فيها اشرف حكيمي، ده منتخب العالم، ومع ذلك لما جه ميسي كان الفرقه كانت فاضيه، يعني كان الناس اول مره تستقبل نجم في حياتها. طبعا ليو ميسي كلام كتير طبعا على ميسي وفي الكواليس، سيبكم من ناحيه الاتفاقات والقوانين ومش عارف قانون الليجا، اذا لم تكن لدى ميسي رغبه حقيقيه في الذهاب لباريس لم يكن ليذهب. هو شكر طبعا ناصر الخليفي شكر كبير جدا على المجهودات اللي قام بيها، واتكلم على حاله الترحاب الكبيره جدا اللي اتقابل بيها في باريس، وقال انه عمره ما كان، على فكره بالمناسبه سالوه سؤال مهم جدا، قالوا له ماذا لو يا فوتو انه باريس، ده طبعا المؤتمر الصحفي الاعلان عن انضمام ميسي لباريس سان جيرمان، كانوا بيسالوه ماذا لو انه حصل وباريس سان جيرمان واجه
برشلونه في دوري الابطال، يعني مشاعرك هتكون ايه؟ وخصوصا لو الماتش ده اتلعب في كاتالونيا في الكامب نو في ملعب برشلونه. هو شوفوا الرد بقى، واحد يعني طبعا موهبه ما فيش خلاف، لكن ما حدش يقدر ينسى دور البارسا. ميسي راح برشلونه وهو طفل صغير، يعني ما كانش حد يعني يعرف انه في يوم من الايام هيبقى واحد من اساطير الكره في 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 على مدار التاريخ كله. والبارسا ساهم بشكل او باخر، ما حدش يقدر ينكر ده، في صناعه نجوميه ميسي. لكن هو قال لهم انا طبعا مش عارف احساسي هيكون ايه، شعوري هيكون ايه تجاه، وخصوصا لو كانت الجماهير كمان موجوده في ملعب الكامب نو. انا لعبت في الملعب ده قدام الجماهير وهتفت باسمي كتير جدا، مش عارف ممكن يكون رد فعلهم ايه، لكن انا بالنسبه لي هدفي انه باريس يوصل للقمه. ده بيفتح كلام كتير جدا عن فكره الانتماء بقى، واحنا بنتكلم يعني بنتكلم على انه الموضوع فيه ماده وفيه فلوس وفيه شهره وفيه كل حاجه، بس طبعا فيه انتماء. يعني ما اقدرش اقول انه الانتماء خلاص انتهى، يعني مش ممكن عصر الماده يطغى لدرجه ان انا اجي على حساب حب جمهور رفعني لسبع سما. ما اقدرش ان انا اروح للماده على حساب رغبتي في ان انا انتمي لكيان معين عشت عمري كله بين جدرانه. في قصص كتير جدا، وبالمناسبه في نجوم تانيين على العكس تماما، يعني في نجوم كبار جدا في العالم ويملكهم الامكانيات الكتير والكتير وكانوا مطمع لاكبر انديه العالم، ورغم كده لحب الجمهور وارتباطهم بالمكان سواء كان مدينه او كان نادي كملوا مشوار. توتي مثلا في روما، رايس في دورتموند، مالديني في الميلان، دول كانوا نجوم كبار جدا وتعرض عليهم ارقام فلكيه عشان يلعبوا في اكبر انديه اوروبا، ومع ذلك تمسكوا لان هم كانوا مرتبطين. احنا دخلنا في عصر الماده بتطغى فيه على كل شيء، علامه استفهام كبيره جدا. الزلزال بقى اللي في باريس انا متوقع يحصل، يمكن مش الموسم ده لكن الموسم اللي جاي. يعني انا متوقع انه استقدام ميسي هيؤدي بالضروره، واعتقد انه في ناس مش مرتاحه من دلوقتي. يعني نيمار كان نجم النجوم، النجم الاوحد تقريبا في باريس، النهارده لا، نيمار تعالى ورا شويه عشان ميسي داخل، فنيمار اكيد مش على راحته. نجم زي امبابي طبعا وهو اعلن عن رغبته في الرحيل، يمكن وجود ميسي السنه دي يسحب شويه من تحت امبابي البساط، يتاثر شويه قدراته على انه يكون يعني يضيف لبي اس جي، وبالتالي اللي هينور عند ميسي هيضلم عند امبابي، وبالتالي فرصته في الرحيل ممكن تكون اكبر. على كل الاحوال هنتابع، لكن هو اسعد حد في الدنيا مين ممكن يكون؟ ايكاردي طبعا، ايكاردي اللي بيلعب تحتيه ثلاثه قنابل موقوته، ميسي، امبابي، نيمار. على كل الاحوال هنتابع القصه، وما زلنا مستمتعين الحقيقه باستقبال باريس لليو ميسي. خلينا نروح لفاصل ونرجع لحضراتكم بعد الفاصل في السادسه. عشان القصه مش بس قصه دوري، مش قصه البطوله المفضله لجمهور النادي الاهلي، ومش قصه لقب او رقم 43 بيضاف لسجل تتويج الاهلي بلقب بطوله الدوري المصري، ومش قصه انك انت الفريق الاقوى والاقدر بكل ما تحمله كلمه قوه او جداره من معاني. القصه كمان الحقيقه بالنسبه للنادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي قصه تابلو. انا شايف انه السنه او الموسمين الاخيرين دول، الموسم اللي فات والموسم اللي احنا بنعيشه دلوقتي، دول واحده من افضل فترات الكوره اللي استمتع بيها جمهور النادي الاهلي. رسمتم نجومنا، يعني رسمتم الحقيقه تابلو اكثر من رائع، فرحتوا جماهيركم في كل المناسبات، قاريه، دوليه، محليه، حفظتوا او خدتوا كل الالقاب في كل البطولات اللي خدتوها. عشان كده بقول مش عايزين نبوظ التابلو ده، يعني عايزين فرحتنا تكمل. ومهم جدا البطوله دي، لان انا كلمت حضراتكم قد ايه جمهور النادي الاهلي حاسس ان البطوله دي مختلفه وغير اي بطوله حققها النادي الاهلي في الدوري في الخمس مواسم الاخيره. صحيح بنفرح بكل بطوله وبكل لقب بيضاف لخزايننا، لكن البطوله دي انا على يقين انها ليها طعم تاني خالص، وكل ثقه انه نجومنا قدها حدود. الفرصه لما تبقى في ايدك لا تضيعها ولا تفرط فيها، ولغايه اللحظه دي فرصتنا في ايدينا، وان شاء الله باذن الله قادرين على الحسم. كل التوفيق لفرقتنا النهارده ان شاء الله قدام الاسماعيلي. متوقع واتمنى انه الاهلي يقدم كره حلوه، الكره اللي اتعودنا من فرقتنا ومن نجومنا عليها في الفترات الاخيره، وباذن الله قادرين لو ظهرنا بمستوانا وبتركيزنا وباصرارنا لغايه الثانيه الاخيره، قادرين تماما على ان احنا نحسم المواجهه دي، وان شاء الله نقدم عرض قوي جدا قدام واحده من الفرق اللي بتلعب كره محترمه جدا، فرقه الدراويش او فرقه
الاسماعيلي، كل التوفيق لرجالتنا النهارده ان شاء الله باذن الله. والحمد لله اللي يطمنك انه كله دخل الفورمه، حتى اللي كان بعيد يمكن حتى السداسي بتاع الاولمبي لما سافر طوكيو شويه ادى فرصه للي موجودين يدخلوا فورمه ماتشات ويتالقوا ويبدعوا عشان تبقى السكواد باذن الله كامله، ويبقى مستر موسيماني عنده الحيره اللطيفه دي يبدا بمين ولا مين، يبتدي مين المباراه ويخلي مين على الدكه وراء رابحه ينزل بيها. فكل لاعبتنا الحمد لله في احسن مستوياتهم، وان شاء الله يترجموا ده مش بس في ماتش الاسماعيلي النهارده، في الست ماتشات اللي جايين. بشكر حضراتكم على المتابعه، وان شاء الله باذن الله اقابلكم في السادسه بدايه الاسبوع القادم.